نروح لموضوع تاني. امبارح اعلنت وزاره الزراعه ان مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الثروه الداجنه وبعض المنتجات من الفاكهه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ رسام. صباح الخير. يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. السؤال اللي الناس كلها عايزه تعرف اجابته، احنا ازاي قدرنا ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الثروه الداجنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل ما نتكلم عن الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي مش معناه ان يكون كل المنتج بتاعي انتاج محلي داخل حدود الوطن، لا، ده الاكتفاء الذاتي ان يبقى في حاجه اسمها اكسس، او ان المواطن العادي البسيط يقدر يصل للسلعه وتكون باسعار مناسبه نوعا ما في ظل هذه الظروف. ده الاكتفاء الذاتي، يعني مش مجرد بس ان انا ما استوردش جزء من هذا المنتج من خارج، من الخارج. يعني حتى لو كانت مستورده؟ لا، انا قصدي لا، ده كده دخلنا في مفهوم اخر اسمه الامن الغذائي، لان الدول احيانا، دول كتير مش مصر بس، عندها منطق اسمه منطق الاكتفاء الذاتي النسبي. بمعنى ان الحاجه اللي اقدر انتجها تحت ظروفي انتجها، والحاجه اللي ممكن استوردها باسعار مناسبه اقدر استوردها، وده منطق دولي مش مالوش علاقه بدوله معينه، كل الدول تقريبا بتعمل كده، وعشان كده في حركه التجاره الدوليه البينيه شغاله، والا لو كل دوله هتعتمد على نفسها باكتفاء ذاتي مطلق لكل السلع الغذائيه حتى لو عندها امكانيات، طب لا هتستورد ولا هتصدر بالنسبه للسلع الغذاء وهكذا. خلينا نتكلم بس على ان مصر بظروفها الحاليه، وهي ظروف محدوديه شديده جدا في الارض الزراعيه، وده بسبب موقعها الجغرافي، ملوش اي سبب ثاني اخر، ان موقع مصر اصلا في منطقه جافه، معدلات الامطار عندنا ضعيفه جدا لا تكفي للزراعه او لقيام اي نشاط على هذه الامطار، عند المصدر الوحيد تقريبا في معظمه هو مياه النيل، وما زال هذه المياه فيها محدوديه كبيره، لان انا بزرع في الاخر تقريبا في 10 مليون فدان من اجمالي 240 مليون فدان اجمالي مساحه مصر. انا لو عندي اي متر مكعب اضافي ميه هقدر ازرع بيه، والدوله بتعمل كده فعليا. الناس ما تسالوش نفسهم سؤال مهم جدا، حتى المواطن البسيط اللي ممكن دلوقتي هو بيسمعنا ينزل السوق اللي تحت بيته في الشارع عنده، هيلاقي ما شاء الله كل خيرات ربنا موجوده من فاكهه وخضار وما زالت في المتناول، يعني ما حدش يقدر يقول ان الاسعار بقت زي بره، حتى لو مهما كانت الدوله اللي بره دي ايه، فالاسعار ما زالت في متناول الناس، وخاصه انا بتكلم على ده في سلع، احيانا سلع يعني البصل دلوقتي بجنيه، الطماطم بجنيه ونص مثلا، ودي سلع مهمه على المائده المصريه. صحيح. فبالتالي ان انا اقدر في ظل هذه المحضريه الكبيره وفي ظل معدلات الاستهلاك الكبيره، هو لغايه دلوقتي ما حدش قادر يقول رقم، هو احنا ممكن بنستهلك قد ايه في السنه؟ بنستهلك كم مليون طن؟ غذاء في السنه، سواء كان غذاء محلي او جزء مستورد زي الحبوب وغيره. فالدولة بتعمل ايه بالتحديد؟ يعني محدش كمان سأل نفس السؤال المهم، الدولة في محطة معالجة بحر البقر، مصرف بحر البقر اللي في شرق الدلتا، اللي الدولة كلفته تقريبا 20 مليار جنيه. الدولة بتدفع الفلوس دي من ميزانيتها، ومن يعني احنا بنقول بالفلاح كده من لحمها الحي، عشان تعمل مصدر اضافي للميه تقدر تزرع بيه. عشان كده لما نيجي نتكلم على الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي في مصر من سلع كتيرة جدا، بالمناسبة احنا عندنا تقريبا بالنسبه لعدد السلع 80% او اكثر من 80% اكتفاء ذاتي. السلع اللي ما فيهاش اكتفاء ذاتي استهلاكنا منها كبير وكل حاجه، ولكن ما زالت محدوده في الحبوب وفي البقول وفي اللحوم الحمراء بالتحديد. فبالتالي الدوله دفعت كل هذه التكاليف لايجاد مصدر. الناس يقول لك ما هو اللي بيزرع مش الدوله، اللي بيزرع ده المزارع او القطاع الخاص، ولكن اللي بيدفع التكلفه الكبيره اللي بيدعم في استصلاح الاراضي، حضراتكم كلكم شفتوا، كل الناس شافت، والعالم بحاله شاف في خلال شهور قليلة فخامة الرئيس وكل أجهزة الدولة من أقصى جنوب مصر في توشكا الخير إلى مستقبل مصر في شمال مصر إلى مجمع الإنتاج الحيواني في الثلاث، كل ده في فترة لا تتجاوز شهرين ثلاثة، وكلها مشروعات ضخمة. السيد الرئيس بيفتح المشروع وبيرجع آخر النهار بيسيب وراه 300 و350 و400 ألف فدان مزروعين، رصيد للأجيال الجاية مش للأجيال الحالية، ودي كلها كانت أرض. طب يعني ايه يا فندم تسجيل مصر ضمن الدول اللي بتعتمد على المنشآت الداجنه؟ يعني منشآت داجنه معزوله طبقا لقواعد منظمه الصحه الحيوانيه. طب ده لا علاقه بالانفلونزا الطيور. مصر يعني من لفترات طويله كان في مشكله بسبب انفلونزا الطيور، فكان ممنوع التصدير من اي منشاه. تم الان فعليا وبشهاده من المنظمه الدوليه للصحه الحيوانيه
ان بقى اصبح في منشؤات معزوله في مناطق خارج الوادي والدلتا في المناطق الصحراويه. هذه الاماكن بتكون لها شهاده انها خاليه تماما من انفلونزا الطيور، فدي بتوجه للاستهلاك المحلي او توجه للتصدير، فاصبحت خلاص وفي طريقنا ان احنا نزود هذه المنشآت تقريبا. يعني احنا عندنا اكثر من 37 منشأة حتى هذه اللحظة في طريقنا للزيادة. فده يعني ده مجهود تم فعليا ان مصر تبتدي تاخد هذه الشهادة، وشهادات كبيرة جدا. بس هو الموضوع يعني انا عندي رجاء معلش وخارج السياق شوية، انا عاوز الاعلام يركز كتير جدا على ما تقوم به الدولة، وخاصة في ملف الامن الغذائي، في ملف الاكتفاء الذاتي، المشروعات القومية اللي بتكلف مليارات. دي مش مجرد هتنتج السنه دي بس، ده حضرتك معانا عشان توضح لنا. اكيد احنا مهتمين بالملف ده جدا، وحضرتك موجود معانا دلوقتي عشان توضح لنا بالظبط. طيب كده طيب انا هدي لحضرتك مثال صغير بس. الطرق والمحاور احيانا الناس بيظنوا انها فقط لتسهيل الحركه، يعني طريق زي جنوب الضبعه طوله لا يتجاوز 300 كيلو متر فقط لا غير، مهما كانت تكلفته قد ايه، اللي قدر يضيف للرقعه الزراعيه المصريه أكثر من 400 ألف فدان منزرعين فعليا، وفي طريقهم للمليون فدان. حضرتك مليون فدان من مساحة 10 مليون فدان، يعني 10% من المساحة المنزرعة من أيام الكرماء المصريين تم إضافتها بمجرد طريق واحد، وهكذا بالنسبة لكل المحاور. صحيح، طريق جديد يا دكتور محمد، طريق جديد يقول إن في تنمية في هذه المنطقة اللي هيروح فيها الطريق الجديد. طيب إحنا بنتكلم إن في توسع كمان في إنشاء المزارع، المزارع الخاصة بالدواجن، دي حاجة كويسة جدا. لكن على الجانب الآخر بالنسبة للأعلاف، هل بقى في توسع في إنتاجها محليا ولا لسه حتى الآن برضو بنستوردها؟ بص، هو الأعلاف منافس قوي لكثير من المحاصيل الاستراتيجية. هي دي مشكلة الأعلاف في مصر بالمناسبة. الأعلاف محتاجة مساحات كبيرة. الدول اللي عندها اكتفاء ذاتي من الأعلاف أو بتصدر لنا أعلاف هي دول بتعتمد في المقام الأول على الزراعة المطرية، في المقام الأول. والزراعة المطرية هي أرخص أنواع الزراعات. يعني تخيل إن إنتاج طن الحبوب، بلاش الأعلاف، طن الحبوب القمح في فرنسا تكلفته أقل من إنتاجه في مصر، بسبب إن أنا عندي زي ما قلت لحضرتك محدودية كبيرة في الموارد كلها. ورغم ذلك بننتج الحمد لله، عندنا اكتفاء ذاتي نسبي من القمح 50% في ظل الزيادة الكبيرة للاستهلاك اللي بتحصل. أنا بنتج 10 مليون طن، وده رقم يعني رقم تاريخي في مصر، 10 مليون طن في السنه قمح. فالاعلاف مشكلتها الكبيره هي كده، ان المنافس لهذه الاعلاف هي محاصيل مهمه. فانا عشان اتوسع في زراعه الاعلاف التقليديه، بلاش غير التقليديه، التقليديه محتاج ان انا اتوسع في المساحات، وده اللي الدوله بتعمله بالمناسبه. وبدات الدوله حاليا يعني في اجتماعات على مدار الساعه في وزاره الزراعه، بيقوم بهذه الاجتماعات معالي وزير الزراعه شخصيا مع كل المختصين في الوزاره لدراسه وانتاج اعلاف غير تقليديه، احتياجاتها المياه اقل، تتحمل الملوحه، تزرع في المناطق الهامشيه. كل الاعلاف دي يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار كويسه بالنسبه للاعلاف تتناسب مع هذه الظروف. انا ما اقدرش ازرع علف محصول علف على حساب القمح، ولا اقدر ازرعه على حساب حتى صحيح الخضر. احنا عندنا اولويات بالتاكيد يا دكتور محمد. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه.